السلام عليكم. اليوم غادي نهضر على موضوع مهم جدا، هو موضوع إتمام الدراسة، سواء المنقطعين عن الدراسة أو الحاصلين على الباك، أصحاب الإجازة، الحاصلين على شهادة 9 أو أقل. مهم، جيت نقترح عليكم الدراسة في التكوين المهني. مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كيوفر لك أكثر من 300 شعبة كتستجب لحاجيات سوق الشغل. هاد الدراسة كتمكنك باش تكتسب كفاءات عالية اللي كتناسب جميع المستويات الدراسية. مكتب التكوين المهني كيتوفر على 4 أسلاك دراسية موزعة على التالي، غنشرحهم واحدة بواحدة. أول حاجة سلك التخصص، على الأقل في هاد السلك تكون كتوفر على المستوى الدراسي 6 ابتدائي، والسن كيتراوح ما بين 15 و30 سنة. مراه سلك التأهيل، هاد المستوى الدراسي خاصو يكون عندك تالتة إعدادي أو 9، والسن ما بين 15 و30 سنة. أو المرشحين اللي هما حصلوا على دبلوم التخصص. سلك التقني، المرشحين اللي عندهم النيفو باك شرط يقراو الباك حتى لاخر سنه بطبيعه الحال وما يفوتوش 30 سنه، او المرشحين اللي يحصلوا على دبلوم التاهيل. سلك التقني المتخصص، خصك تكون حاصل على شهاده البكالوريا والسن ديالك ما يفوتش 30 سنه، او المرشحين اللي عندهم دبلوم التقني. وباش نشرح اكثر تسلسل المستويات الدراسيه، يعني فاش كتقرا عامين في المستوى السادس يعني في المعهد وكتحصل على دبلوم مستوى التخصص، يمكن لك تقرا عامين اخرى ديال دبلوم التاهيل مثلا اللي كيعادل مستوى 9. بعدها الا بغيتي تزيد التقني يمكن لك تقرا التقني ملي تحصل طبيعة الحال على دبلوم التأهيل. كذلك الناس اللي عندهم دبلوم التقني يمكن لهم يقراو التقني المتخصص، وحتى الناس التقني المتخصص عندهم الحق في إجازة مهنية ومن ثم الماستر على حسب شعبتهم. بالنسبة للناس اللي عندهم رغبة في البكالوريا المهنية أو باك برو كيف كيسميوها، هاد البكالوريا المهنية كتنظم الشراكة بين الثانويات التأهيلية ومعاهد التكوين المهني، بحيث كتقرا المواد المهنية في المعهد بينما المواد التعليم العام كتقراها في الثانوية التأهيلية. هاد البكالوريا المهنية كتخولك الولوج سوق الشغل وكتعطيك فرصة باش تواصل التكوين ديالك في المعهد ديال التكوين المهني كتقني متخصص، أو متابعة الدراسة في مؤسسات أخرى فيها إجازات مهنية.